شيخ انا عندي سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الاول لما انا ادخل اصلي فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد في الأولى والآخرة. يا رب العالمين، دع الأيام تفعل ما تشاء، وقل نفسا إذا حكم القضاء، وقل رجلا على الأهوال جدا، وزيمتك السماحة والوفاء، يغطي بالسخاء كل عيب فكم عيب يغطيه السخاء، ولا تلد الأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، فلا خير يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا شفاء. ونصلي وسلم على سيدنا حبيبنا قائدنا وقدوتنا واستاذنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، جاء عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه مهاجرا قبل فتح مكه الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء مهاجرا يحدوه الشوق، جاء مهاجرا تحدوه نفسه لكي يكفر عنها ما سلف من عدائه للإسلام. جاء إلى المدينة يحدوه الشوق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث إليه، ماض وأعرف ما دربي وما هدفي. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عمرو بن العاص. قال: فأمسك عمرو بن العاص يده، نظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم متعجبا، لا يفعل ذلك عمرو إلا لرأي ارتآه، لأنه كان صاحب رأي راجح، وصاحب قلب وعقل ثاقب، وصاحب بصيرة نافذة. قال له: يا عمرو ما لك؟ قال: يا رسول الله، أشترط الموقف في مدينة رسول الله، والزمان بعد صلح الحديبية، والمكان المسجد، وعمر يريد أن يشترط. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، تشترط ماذا؟ أو تشترط بماذا؟ قال: يا رسول الله، أشترط أن يغفر لي ذنبي. أي رجاحة عقل! عمر يعرف أنه عاد المسلمين في بدر، وعداهم في أحد، وعداهم في الخندق، ومن قبل ذلك هاجر معاديا لهم إلى أرض الحبشة، فأعمل قواه وعقله وحركته في مناهضة الإسلام والمسلمين، أراد أن يغفر له ذلك، يبدأ صفحة جديدة. وكل إنسان عاقل لا بد له أن يجدد توبة مع الله، وأن يعقد صفحة جديدة في كل يوم من أيامه. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله؟ يقول علماؤنا: وهذه الأمور الثلاث مكفرات للذنوب صغائرها وكبائرها. الإسلام يكفر كل صغيرة وكل كبيرة اقترفها الإنسان قبل إسلامه، فالإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، وبقي عباد الله مكفرات الذنوب، ومن أعظمها الحج، الحج الذي يكفر الصغائر والكبائر، الحج. لكن يشترط فيه النية الصادقة، يشترط فيه التوجه إلى الله تعالى، يشترط فيه طيب المطعم، يشترط فيه أن تكون الراحلة حلالا، وأن المطعم حلالا، والمركب حلال. إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل خالصة، ليس كل من حج بيت الله مبرور. عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأشهر المباركات أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، هو لي ذلك والقادر عليه. معنا أيها الإخوة الكرام جملة من الأسئلة التي جاءتنا عبر الرسائل القصيرة. سائل يسأل يقول: هل على مريض الشلل الرباعي وضوء؟ الإنسان أيها الإخوة الكرام إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض أو بعلة أو بفاقة، فعليه أن يكون في مقام الصبر، لكن هل تسقط عنه التكاليف؟ جاءت حكمة الشرع وجاءت حكمة الدين
أن الدين ييسر للناس وأن الدين يسير ودين الله يسر. جئتكم بالحنفية السمحاء. ولذلك يقول فقهاؤنا إذا ضاق الأمر اتسع. أحد الناس عجز عن الوضوء فنقول له إذا كان يجد من أبنائه من يوضئه ويحسن الوضوء فلا حرج في ذلك، يتوضأ ويصلي. له أحد الأبناء، له زوجة، له أحد أقاربه يوضئه ويعينه على ذلك فلا حرج، يتوضأ ويصلي، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، أو الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. إذا لم يجد الإنسان من يوضئه لكنه يستطيع أن يحرك يديه فيمسح بهما وجهه وكفيه فلا حرج أن يتيمم، ينتقل من الوضوء إلى التيمم. إذا عجز عن ذلك، ما استطاع لا وضوءا ولم يجد من يوضئه ولم يستطع أن يحرك يديه فيضرب بهما الأرض أو يضرب بهما حجرا من الأحجار فيمسح بهما وجهه وكفيه، فله بعد ذلك أحبة الكرام له أن يصلي على هيئته. وعده فقهاؤنا أن هذا الشخص هو فاقد الطهورين. إذن دين الله يسر، ولذلك انبنت قواعد الفقه أحبة الكرام على جملة من القواعد، كما يقول علماؤنا الفقه مبناه على ما حرره أشياخنا قواعد مشتهرة، بشك اليقين لا يزال، وأن كل ضرر يزال، وبالمشاق يجلب التيسير، وأن للعادة المصير، وزاد بعضا خامس القواعد أن أمور الشرع بالمقاصد. نقول وبالمشاق يجلب التيسير، فنقول للسائل الكريم، نقول له إن دين الله يسر. إذا لم تستطع أن تتوضأ أو تجد من يوضئك فعليك أن تتيمم، فإذا لم تستطع أن تتيمم فإن الإنسان يصلي على هيئته فإنه يعد فاقدا للطهورين. والله تعالى أعلم. سائل يسأل، أسأل عن كثرة الشك في خروج المذي بعد الشعور بشهوة. المذي أيها الأخوة الكرام يجب منه الوضوء ولا يجب منه الغسل، وقد سأل علي رضي الله عنه وارضاه عن ذلك. علي استحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. قال فأمرت المقداد ابن عمرو أو أمرت عمار بن ياسر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تغسل مذاكيرك وتتوضأ وضوءك للصلاة. إذن الذي يجب من المذي أيها الإخوة الكرام لا يجب منه غسل، لكنه يجب على الإنسان أن يغسل موضع الأذى وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة. لكن أيها الإخوة الكرام كثرة الشك، الإنسان إذا كان له كثرة الشك فعليه أن يلهو عن ذلك. هذا باب من أبواب الوساوس، وهذا باب من وساوس الشيطان. على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فكثير من أبنائنا يسأل عن إذا التزم طريق الهداية وحافظ على الصلوات والتزم طريق الله سبحانه وتعالى فإنه يأتيه الشيطان، يأتيه في الوضوء فيشككه، ونجد أنه تكسر عنده شيء من الوساوس، يأتيه في من باب الاعتقاد فيكسر له شيء من الوساوس، يأتيه في باب بعض الطهارة فيأتيه في هذا الباب، يأتيه في باب الصلاة، يأتيه بعض الناس حتى أنه يبعد معه الوسواس، حتى أنهم يأتيهم في مسائل الطلاق. فكثير من الناس يسألون هل طلقت زوجتي، قلت لزوجتي كذا، هل تعد طالقا، سواء كان من الرجال أو من النساء، زوجي قال لي كذا فهل يعد طلاقا. وهذا الأمر أيها الأخوة الكرام الحل الوحيد لهذه الوساوس أن يلهو الإنسان عنها، وأن يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فالإنسان الذي يتشاغل عن الوسائل فإنه يطمئن البال ويرتاح، تطمئن نفسه، وعليه بكثرة ذكر الله تعالى. كلما كان الإنسان ذاكرا لله تعالى خنس عنه الشيطان والعلم عند الله تعالى. فنقول يا أخانا الكريم إن كان هذا ليس من باب الوسواس فوجدت هذا المذية فإنه يجب عليك أن تغسل موضع الثوب والأذى الذي في ثوبك، وتغسل موضع الأذى أي تغسل مذاكيرك وتتوضأ وضوءك للصلاة، فإنه لا يجب منه غسل والعلم عند الله تعالى. سائل يسأل يقول قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هل يدخل في هذا الحديث طلب علوم الطب والهندسة والصناعة وغيرها؟ العلم أيها الأخوة الكرام قسمه العلماء إلى قسمين، علم من فروض الكفاية
وعلم من فروض الأعيان، يعني عين على الإنسان أن يعلم هذا العلم، وعلم آخر من فروض الكفايات. ما معنى فروض الكفايات؟ يعني هذا العلم إذا قام به البعض سقط الاسم عن الباقين. طيب، الذي يتعين على الإنسان من العلم الذي هو من فروض الأديان ومن فروض الأعيان هو ما لا يسع المسلم جهله، أن يعلم أحكام الصلاة، أن يعلم أحكام الصيام إذا دخل عليه رمضان، أن يعلم أحكام الحج إذا كان ماضيا للحج وجد السعة في المال ووجد عنده الاستطاعة، أن يعلم أحكام الزكاة إذا كان له مال سواء كان من الأنعام أو من الذهب أو من الفضة أو من عروض التجارة، أن يعلم كذلك أحكام الأضحية إن حضرت وقت الأضحية. إذا هذا أيها الإخوة الكرام يقول علماؤنا ما لا يسع المسلم جهله، عليه أن يعلم، أن يعلم ما يصحح به دينه وإيمانه وعقيدته. إذا هذه جملة من العلوم التي هي من فروض الأعيان. أما من فروض الكفايات يقول علماؤنا ما زاد على ذلك، فيصبح فرض كفاية على بعض الناس منها العلم الشرعي. أيها الإخوة الكرام، إذا قام نفر من أهل العلم والعلماء والدعاة وطلبة العلم فحصلوا هذا العلم فإنهم يسد هذه الثغرة عن غيرهم من الناس. كذلك هذه العلوم هل تعد من طريق العلم الذي جاء فيه الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما كعلم الطب والهندسة والصناعة؟ قد ذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى في إحيائه كلاما عجيبا ذكره عن الإمام الشافعي، قال: إذا لم يوجد في بلدة من بلاد المسلمين طبيب يداوي الناس، طبيب مسلم يداوي الناس، وكان المسلمون يذهبون إلى الطبيب الكافر فيتداوون عنه، قال: صار على أهل هذه البلدة واجبا أن يكون فيهم طبيب، صار عليهم واجب إيجاد الطبيب. إذن هنا قد يصير الأمر واجب، فروض الكفايات قد تصير وترقى إلى درجة الواجبات. ولذلك نحن في باب الصناعة نحتاج إلى أن ننهض بأمتنا، ننهض بهذه الأمة، فأمة الإسلام تأخرت في الصناعة، هي الآن في ذيل قائمة الدول الصناعية. أمة الإسلام الآن في الطب والهندسة هي في ذيل القافلة. ولذلك علينا أيها الأخوة الكرام، على أبنائنا إذا درسوا الطب والهندسة بهذه النية، بأنهم يلتمسون طريقا ينهضون فيه بالأمة، يحيون فيه دين محمد صلى الله عليه وسلم، يبلغون يعيدون مجد هذه الأمة، فإنهم يؤجرون على ذلك. ولذلك نحن نحتاج إلى الطبيب المسلم الذي إذا دخل على المريض ذكره بالله تعالى، وذكره بالصبر، وذكره بأن المرض ابتلاء من الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكفر عنه سيئاته، ويذكره ويرغبه بالشفاء، ويذكره بأدعية الأدعية التي يقولها الإنسان عند المرض. ونحتاج إلى المهندس المعماري المسلم الذي إذا بنى مبنى أو عمارة أو قرية أو مدينة رأيت فيها معالم الإسلام. ولذلك يحكي بعضهم يقول: إذا دخلت إلى قصر الحمراء، إلى مسجد الحمراء في الأندلس، بكيت، تذكرت أن أمة الإسلام كان لها هنا مجد، كان لها هنا حضارة. من الذي أشعره بهذا المجد وهذه الحضارة؟ إنه المهندس الذي كان المهندس المسلم الذي بنى للمسلمين عمارة حضارية ترقى إلى مصاف الأمم. كنا سرات تخيف الكون وحدتنا، واليوم صرنا لأهل الشرك عبدانا، نغدو على الذل أحزابا مفرقة، ونحن كنا لحزب الله فرسانا، رماحنا في جبين الشمس مشرعة، والأرض كانت لخير العرب ميدانا. نقول أحبتي الكرام، إذن قد يدخل من الباب العموم إذا كان في علم الطب أو الهندسة، فإنه يعد من الطريق الذي يسلك الإنسان به علما إذا نوى نية صالحة لهذه الأمة، أن يقدم لهذه الأمة خيرا، وأن ينفع الله به هذه الأمة والعلم عند الله تعالى. سائل يسأل يقول: قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل هذا الطلب لا بد أن يكون على يد شيخ، أم أن أحفظ القرآن وأقرأ الكتب؟ هل هذا يكفي؟ نقول أيها الأخوة الكرام، طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما ذكرنا الآن أن العلوم منها علوم كفايات وعلوم أعيان، لكن نقول العلم لا بد أن يكون على يد شيخ. لأي سبب؟ لماذا يتلقى الإنسان علمه عن الشيخ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فعارضه القرآن، وقبل وفاته عارضه القرآن مرتين. إذا القرآن كان يتلقى عن شيخ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة العشر آيات. كان عبد الله بن عمر يقول: كنا نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر آيات، قال: فنحفظها
ونعلمها ونفقهها ونعمل بها ثم نرجع فنأخذ غيرها. إذن هنا العلم كان تلقيا، هذا ما يميز علم الشرع، لأن الإنسان يعطي فيه العلم والسلوك، لا يعطي علما مجردا نظريا. لا لذلك الشيخ يأخذ الإنسان عن الشيخ، فإنه يأخذ روح العلم، يأخذ سمته، يأخذ سلوكه، يأخذ ورعه، يأخذ تقواه، يأخذ كيف يتعامل مع الناس، يأخذ سمت هذا الشيخ في كثير من الأمور وعلاج القضايا. ولذلك بطون الكتب أيها الإخوة الكرام لا تعطي الإنسان هذا السلوك وهذا السمت. ولذلك عندما أخذت بعض الطائف أو بعض الجماعات أو بعض في زمان من الأزمنة أخذوا بظاهر النصوص، أخذوا من بطون الكتب كالظاهرية، الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى أخذ العلم من بطون الكتب، لم يكن له شيخ، لكنه كان له ذكاء وقريحة تتقد. ولذلك كان الإمام ابن القيم الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى حادا في كثير من آرائه، حادا على كثير من العلماء حادا. ولذلك العلم يحتاج إلى شيخ يعلم الإنسان السلوك ويهذبه. كان مالك عليه رحمة الله تعالى يقول: ما جلست للفتوى حتى سألت العلماء. يعني ما جلس مالك حتى يفتي الناس ويحدث الناس، قال: حتى سألت العلماء. قيل له: من سألت؟ قال: ربيعة بن عبد الرحمن الرأي. وكان الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى أخذ عن شيخه حماد، أخذ عنه السمت وأخذ عنه السلوك وأخذ عنه العلم. ولذلك قالوا: كان أكثر الناس شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام أبو حنيفة، وكان من أكثر الناس شبها بصلاة وكان أبو حنيفة من أكثر الناس شبها بصلاة حماد، وكان حماد من أكثر الناس شبها بصلاة إبراهيم بن يزيد النخعي، وكان إبراهيم بن يزيد النخعي من أكثر الناس شبها بصلاة عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود من أكثر الناس شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا كانوا يأخذون السلوك، كانوا يأخذون السمت، كانوا يأخذون العبادة، كانوا يأخذون العبادات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة، فمن الأحاديث أو السنن كانت السنن العملية: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فيها الأخذ والسمت والسلوك. لكن نقول أيها الإخوة الكرام على الإنسان أن لا يترك أن يجد الشيخ فيقرأ عليه وأن يأخذ، لكنه إذا عنا له شيء فعليه أن يرجع لأهل العلم، يسأل أهل العلم، لا يفتات، لا يسرع في الفتوى، لا يتعجل في الحديث، لا يتعجل في فهم بعض النصوص. قد يكون الفهم الذي ظنه وقرأه خلاف ما يظنه هو. ولذلك يحتاج إلى من يوجهه، يحتاج إلى من يبين له هذا العلم، والعلم عند الله تعالى. سائل يسأل يقول: إذا بر أمام الإنسان رجل أو طفل هل يقطع صلاته أم يواصل فيها؟ في مسألة السترة أيها الإخوة الكرام أو قطع الصلاة اختلف فيها علماؤنا، هل تقطع المرأة والطفل والكلب الأسود الصلاة أم لا تقطعها؟ ذكر العلماء من الحنابل عليهم علماء من الحنابل عليهم رحمة الله تعالى، وهو قول للشافعية، أن هؤلاء كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه أن المرأة تقطع الصلاة وأن الكلب يقطع الصلاة وأن الرجل يقطع الصلاة، فإذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وكانت سترة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمؤخرة الرحل، أي كانت مقدار القامة التي تكون في مقدمة الرحل أو في مؤخرة الرحل. لكن هنا أيها الأخوة الكرام يقول علماؤنا أن الصلاة إلى سترة من الأمور المستحبة، ليست من الواجبات. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مستحبة، أن هذا الأمر مستحب وليس بواجب، وأن قطع الصلاة كالأحناف عليهم رحمة الله تعالى لا يرون أن الطفل يقطع الصلاة. هذا في المساجد عامة، لكن هناك في بعض المساجد فإن الأمر فيه سعة، كالمسجد الحرام مثلا، فالمسجد الحرام ففيه الطائفين وفيه المصلون وفيه الذين يقرؤون القرآن ويكثر فيه زحام الناس. فلو قلنا لو دنا أحد الناس إلى سترة ومنع الناس من المرور قد يؤدي إلى فساد أعظم مما ذلك. ولذلك نجد أن لا حرج إذا مر أحد الناس أمام أحد المصلين وهو في الحرم، والعلم عند الله تعالى. طيب سائل يسأل يقول: ما معنى قول الله تعالى: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا؟ أحبتي الكرام، فاصل ثم نعود بعده للإجابة على هذا السؤال، فكونوا معنا ولا تذهبوا عنا بعيدا. أعوذ بالله من الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، نسعد باتصالاتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف التي
تظهر تباعا على الشاشة وهي 0183-43-46-88 أو 0183-43-47-88. نرحب بالإخوة المتصلين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضلوا. سؤالي في التفسير يا مولانا. نعم. الليل وما وسق. نعم. والقمر إذا اتسق. نعم. لتركبن طبقا عن طبق. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. الو، حياكم الله، تفضل. السلام ورحمة. حياك الله، بارك الله فيك، تفضل. يوسف معك يا شيخ. معي منو؟ يوسف عبد الله. يوسف تفضل. هاي طوالي مباشر. ايوه معك معك، اسمعك اسمعك ان شاء الله، تفضل. ايوه، لا لا تفاسير القرآن ولا ايش؟ لا افتى افتى. ايوه افتى يا شيخ. اي نعم نسمع. عند اخوي كده يموت سني، قال له يا اخي ايوه واحد كده عنده اللي قاله قروش وقع في مقعد أيوة. عربيه. ايوه عمل فيها شنو يا شيخ يوسف؟ شاله قروش دي شاله. قال له لا لا مالك اجل يا اخي، لقاه بس في مقعد ايوه عربيه بعد ما صدر. طيب مشى كلم بتاع العربيه بتاع الحافله، مشى كلم الكمساري السواق اليوم؟ ما مشى كلم ذو شاله بس. طيب ايوه طبعا انا ذاتي هنا في شيخنا ايوه في رمضان طبعا كنت بمشي في عندي بوهية ايوه، وطلبت قلت واحد في اصبعي وما شايفه، واحد كده قال لي صلاتك باطله، قلت له والله ما شايفه، قال لي برضه باطله. طيب البوهية دي يا شيخ يوسف كانت سميكه يعني المزبطة. كان بتتقشر، كان عامله عازل البوهية دي يا شيخ يوسف؟ ها كانت عامله عازل يعني في الجلد؟ لا لا ما عامله عازل، الله اعلم. المهم لما كرشتها كده مع بابو وشفتها طلعت. طيب ايوه يا شيخ، ثاني بدل من التشاؤم والتفاؤل، هل حرام ام حلال ما في حاجه. ده شنو سؤالك الاخير يا شيخ يوسف؟ التشاؤم والتفاؤل. التشاؤم ايوه التفاؤل. اي نعم، جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك، الله يحفظك، بارك الله فيك. السلام عليكم. أصيلة تفضلي. تفضلي أصيلة تفضلي. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. أصيلة تفضلي. بسأل من الصلاة، والله كنت وقفت على الصلاة ما بصلي الوقت طوال في زمن. أيوة ليه المشكلة شنو يا أخذنا الكريمة؟ بسأل عن الصلاة. أيوة أي طيب تقطيع الصلاة يعني؟ يلا هل بالصحة لقيت أنا فوض ولا تم الصلاة؟ لا سؤال ما واضح، تسأل عن شنو؟ مشكلتي في الصلاة. أيوة. كنت وقفت على الصلاة، الصلاة القديمة دي أتم تنفل ولا تم وقت مع وقت أيوة. ولا كيف؟ طيب ربنا يعينك إن شاء الله يوفقنا وياكم. الصلاة القديمة إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله، تسمعي الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء تفضلي. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. انت لا تنزل ان شاء الله. نسمعكم ان شاء الله. السؤال الاول، كيف تكون شكر الله سبحانه وتعالى على النعم؟ ايوه. السؤال الثاني، ما هو السؤال الاول؟ معلش بس سؤالكم الاول. ايوه، كيف يكون شكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي انعمها عليه؟ السؤال الثاني، ما حكم سجدة الشكر؟ السؤال الثالث، حكم دعاء الافتتاح للصلاة؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك، حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك يا اخي، حياكم الله، الله يجزيك خير، تفضل. ان شاء الله ربنا يعينكم يا اخي، بارك الله فيك. اللهم امين واياكم ان شاء الله، الله يحفظك. يا اخي الواحد لو جاء وفي صلاة الصبح لقى الامام يصلي، طبعا حيخش بديل معاه في الصلاه طوالي. ايوه. فبعد ذاك هو اذا بيقرا مثلا لحد طلوع الشمس الشروق. أيوة. فهل يصلي الرغيبه بعد الامام طوالي بعد ما ينتهي، ولا ينتهي لحد ما تنتهي التلاوه بتاعته
وابدا في صلاة الغيبة. تسمع عندك سؤال ثاني يا ابو عبد الرحمن؟ جزاك الله خير وبارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا متصل. السلام عليكم. تفضل نسمعك. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله بارك الله فيك. تفضلوا. الله يسلمك. لو صح تفعلي ثلاثة أسئلة نسمعكم إن شاء الله. تفضلوا. شيخ لا السؤال الأول يا شيخ عايز أعرف إذا في مثلا ما عنده الدعاء عايز أدعيه وهل في صيغة يعني معينة قبل الدعاء وبعدين أقول الدعاء حقه وبعد الدعاء عشان يعني مظنة الاستجابة وكده. السؤال الأول. السؤال الثاني. نعم. إحنا في السعودية كويس عايشين مع زوج أمي وأمي أبويا الله يرحمه متوفي. نعم. أنا وأختي اثنين. أنا عمري 28 سنة وأختي عمرها 30 سنة. نعم. هل بنقدر نمشي نعمل عمرة برانا مثلا مع أمي وأمي عمرها 54 سنة في حال يعني زوج أمي ما رضي يطلع معانا عمرة يكون مشغول ولا حاجة أو ما قدر يطلع الحج معانا نقدر نحن نمشي نعمل حج وعمرة من دون محرم ولا طيب. ما متزوجين لسه ولا طيب. لازم يكون في محرم يعني. طيب تسمع والسؤال الثاني والأخير السؤال الثالث والأخير يا شيخ أنا عايز أعرف كيفية غداء صلاة غداء الحاجة ودعاء غداء الحاجة. طيب جزاكم الله خير. بارك الله فيك. الله يجزاك خير. وريكم الله يحفظكم. طيب السلام عليكم. نور الدين تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. حياكم الله. الله يكرمك. بزار عن تفسير آية. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو تري فزعوا فلا فوت أخذوا من مكان قريب. نعم. وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان قريب. التناوش. الله يجزاه خير. بارك الله فيك. نعم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل نسمعك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضل شيخ. كيف حالك يا أخي؟ إن شاء الله طيبين. حياك الله. الله يحفظكم. بارك الله فيك. تسلم يا أخي. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل نسمعك. معنا منو؟ معك محمد أحمد من الدمير. حياك الله محمد. بارك الله فيك. أيوة. السؤال الأول يا مولانا بذل من العقيدة الصحيحة. أيوة. في ناس قالوا العقيدة الأشعرية دي ما صحيحة وعقيدة أهل السنة والجماعة وكل نعم. أي واحد طاعن في عقيدة الثانية. العقيدة الصحيحة شنو؟ نعم. ده السؤال الأول. أيوه. السؤال الثاني التوسل. هل يجوز التوسل للرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيوه. السؤال الثالث. السؤال الثالث. عندي عربية دار الرحمة للبنك. أيوه. أرحم العربية ويقوم يجيبوا لي فيها بضاعة أو بعد ذاك تسدد. يجوز الكلام ده ولا ما يجوز؟ طيب تسمع إن شاء الله الإجابة. تسمع إن شاء الله الإجابة يا أخونا محمد. بارك الله فيك. السلام عليكم. الله يبارك. الله يبارك. بارك الله فيك. الله يجزاك خير. السلام عليكم. السلام عليكم. رصيدي بس ما يطلعني يا رب. معاكم نسمعكم. تفضلوا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضل. الله يسلم. أنا بزعل عن طلاق الحائض يا أبو. صلاة الحاجة. طيب خير إن شاء الله. طيب السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضل. حياكم الله. تفضل. تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله حياك الله معاك من سلوان مدينة النهود ولاية غرب كردفان. الله يحفظك. معنا منو؟ يونس لون مدينة النهود ولاية غرب كردفان. يونس لون مدينة حيا الله شيخ يونس ولاية غرب كردفان. حيا الله شيخ يونس. كيف حالك؟ كيف شيخ بسم الله بارك الله فيك. الله يكرمك. تفضل. بسم الله الآن يعني الجمرة هنا عندنا يعني تنصحها العبارة مخنقة يعني بالنسبة لصلاة الكسوف. اي نعم. الناس ينفضوا من الجوامع وفي ناس بتكتبوا زي الساحيل والكرسي وشنو. شو الناس اللي يصلوا في الجوامع ولا الناس يصلوا بالذات في البيوت ولا الحاجة اللي ممكن تقدسني عن الآن. طيب خير إن شاء الله. والسؤال الثاني دكتور بسم الله بالنسبة إذا كان صلاة الجنازة إحنا في مدينة النهود مرات بيكون في جنازة بيصلوا عليها في الجامع وفي ناس بيكون منتظرينها في المغادر. هل ممكن إذا كان الجنازة صلوها في الجامع ممكن يصلوا فيها في المغادر للمرة الثانية ولا ما ممكن؟ طيب
والسؤال الثاني دكتور بسم الله. اي نعم. اذا كان لا يدخل الجنازه الختاف والدلحم، سامع الناس بيقولوا لا اله الا الله، هل اصح ان الناس يقولوا لا اله الا الله ويقولوا بسم الله على سنه نبي الله؟ جزاك الله خير. طيب الحاجه الصحيحه شنو يعني؟ طيب تسمع ان شاء الله الاجابه شوف يونس. الله يجزيك العافيه. الله يجزيك. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لقمان تفضل. معك لقمان من عطره. تفضل يا شيخ لقمان تفضل. السؤال الاول كيفيه غسل الميت. غسل الميت نعم. نعم. السؤال الثاني كي الله يجزيك العافيه يا شيخ، كيفيه صلاه الاستخاره. صلاه الاستخاره. نعم ان شاء الله. الله يجزيك العافيه. بارك الله فيك. اظن نكتفي ان شاء الله بهذا القدر من الاسئله، لكن أحبتي الكرام فاصل ثم نعود بعده للإجابة على أسئلتكم، فكونوا معنا بحول الله تعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم أحبتي الكرام ونسعد باتصالاتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وكنا قد وقفنا عند سؤال سائل عن قول الله تعالى من الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا. هذه الآيات أيها الأخوة الكرام نزلت في عموم أهل النفاق، عموم أهل النفاق الذين يظهرون بألسنتهم الإيمان ويبطنون بقلوبهم الكفر. ولقد كان عبد الله بن أبي زعيم المنافقين وإمامهم، كان إذا جاء يوم الجمعة قبل أن يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صعد على المنبر، كان يقوم للناس يقول اسمعوا واطيعوا لنبيكم فإنه نبي آخر الزمان، وكان يقدم مقدمة، فلكن قلبه قد ملئ بالإيمان. وهذه الآية دلالة على أن الإنسان عليه أن يكون ظاهره خير من باطنه خير من ظاهره، أو أن لا يضمر النفاق والكفر عياذا بالله. سائل يسأل يقول ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة؟ نقول أيها الأخوة الكرام هذه الأسئلة تكررت كثيرا، لكن نقول الدعاء أيها الأخوة الكرام له مواطن، منه من هذه المواطن دبر الصلاة المكتوبة. وبعض أهل العلم اختلف في موطن دبر الصلاة المكتوبة، هل هو بعد التشهد قبل السلام أم هو بعد الصلاة؟ فعلى كلا القولين القول راجح أيها الأخوة الكرام، فإن الإنسان إذا تشهد ثم دعا بما شاء فإنه موطن لإجابة الدعاء، ولو سلم بعد ثم سبح. لكنه إذا دعا أيها الأخوة الكرام أن يدعو لنفسه، لكن هل يجوز أن يدعو الناس جماعة؟ نقول أيها الأخوة الكرام في مواطن، إذا مات أحد الناس وكان من الذين تعاهدوا المسجد الصلاة والطاعة والإقبال على الله تعالى فيه، وكان من رواد المسجد، فلا حرج أن ندعو له بالمغفرة، وأن ندعو له أن الله سبحانه وتعالى يغفر له وأن يرحمه. كذلك أيها الأخوة الكرام لو أحد الناس طلب من الناس الدعاء، كان في المستشفى وقال لأهل المسجد ادعوا لي فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءكم وأني مريض قد أصابني الضر، فلا حرج أن يدعو له والعلم عند الله تعالى. أما بصورة دائمة أيها الأخوة الكرام فهذا لا يشرع والعلم عند الله تعالى. سائل يسأل يقول بعض الناس يتبرعون للأضحية حسب أزعار بلادهم، فإن كانت في بلادي تأتي بأضحية واحدة وفي غيرها من البلاد فإنها تكون له ثلاثة أضحية، هل يجوز ذلك؟ نقول لا حرج، لا حرج إن كانت، فأسعار الأضاحي تختلف، والإنسان يؤجر على قدر نيته، فيؤجر على قدر نيته أنه تبرع بالأضحية، فلو جاءت بأضحية أو أضحيتين أو كذا فإنه يؤجر على ذلك أيها الأخوة الكرام، ويجزى الخير من الله سبحانه وتعالى. طيب السائلة تسأل لتركبون طبقا عن طبق. طبقا عن طبق أيها الأخوة الكرام حالا بعد حال، الإنسان حاله بين الحزن والفرح، بين الضيق والشدة، بين الهم والسرور، ولذلك الإنسان يتغير حاله من زمان إلى زمان، بين الصغر والكبر والهرم والمرض والصحة والعافية إلى غير ذلك، فالإنسان يتغير حاله من حال إلى حال، والعلم عند الله تعالى. الأخونا يوسف عبد الله يسأل أن له أخا وجد مالا في سيارة أو مركبة وأخذ هذا المال وتملكه. يقول نقول أيها الأخوة الكرام علماؤنا يقولون أن المال الذي يجده الإنسان لقطة يسمى لقطة، واللقطة تعرف سنة، تعرف سنة الإنسان يعرفها ثم يكون لها ضامن، يكون لها ضامن فإذا جاء صاحبها، لكن عليه أن يذهب، يعني أخونا ذا وجدها في الحافلة، فربما صاحب اللقطة يرجع إلى سائق الحافلة أو يرجع إلى هذه الحافلة أو يرجع إلى موقف السيارات فيسأل عن المال الذي فقده، فعليه أن يرجع، ولزاما عليه يا أخوتي الكرام أن يرجع إن كان المال ذا قيمة، يعني كان المال مما ينتفع به ومما يرجع له صاحبه، لكن هناك مال لا يرجع له صاحبه، يعني عليه أن يرجع إلى صاحب هذه
السيارة سائقها الذي يعمل فيها الكمساري، أقول له يا أخي أنا وجدت مال، أنا وجدت مال، وإذا وجد جاء أحد الناس سيبين صفته ويبين كم هذا المال ويبين ما فقد، وهذا رقم الهاتف والتلفون، فعليه أن يفعل ذلك. فإذا لم يأتي فيجوز له أن ينتفع بها، لكنه يكون ضامن لها، يكون ضامن لها متى ما جاء. لكن نقول الملتقط يده يد أمانة أيها الإخوة الكرام، عليه أن يعرف هذه اللقطة. طيب بعض الناس اللقطة لا يرجع لها صاحبه، يعني واحد من الناس وجد جنيه، هذا الجنيه إذا وقع من أحد الناس فإنه لا يرجع إليه، فهذا لا يعرف ولا يعد لقطة، هذا لا يعد لقطة. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجد رجلا يحمل درهما وهو في المسجد يقول لمن هذا الدرهم، لمن هذا الدرهم، فعلاه بالدرة، قال ما هذا الورع المتكلف، يعني هذا المال مما لا يرجع له صاحبه أو يلتفت إليه صاحبه، والعلم عند الله تعالى. طيب كذلك أخونا يوسف يسأل أن كان يعمل في الطلاء وأن البهية أصابت يده وأنه صلى صلاة ثم قال له أحد الناس أن الصلاة غير صحيحة. نقول إذا كان هذا الطلاء حائلا بينك وبين الجسد وصول الماء إلى الجسد فإن عليك أن تعيد هذا الوضوء، فهذا الوضوء لا يصح. وإذا صليت بهذا الوضوء صلاة فإنك عليك أن تعيد هذه الصلاة. أما إذا كان الطلاء ليس سميكا لا يمنع الجسد أو لا يحيل بين الجسد كالحناء مثلا أو كلون من الألوان التي لا تمنع وصول الماء إلى الجسد، فلا يعد الوضوء صحيحا وتعد الصلاة صحيحا والعلم صحيح والعلم عند الله تعالى. يسأل عن التشاؤم والتفاؤل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، وقال صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا تشاؤم، وكان يحب الفأل الحسن، كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتفاءل حسن. ولذلك قالوا أنه في غزوة من الغزوات خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من يحلب لنا هذه الناقة، فقام أحد الناس قال أنا يا رسول الله أحلبها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك، قال حرب، قال اجلس. قال الآخر أنا يا رسول الله أحلبها، قال ما اسمك، قال مرة، قال اجلس. قام ثالث قال يا رسول الله أنا أحلب هذه الناقة، قال ما اسمك، قال يعيش، قال أحلبها. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الكرام كان يحب التفاؤل الحسن ويكره التشاؤم. ولذلك الإنسان المتفائل، الإنسان الذي يكون سعيدا في حياته والذي يكون فيه روح الأمل والإشراق والتفاؤل. أصيلة تسأل عن تقطيع الصلاة، والصلاة التي كانت في بداية عمرها أنها كانت ربما صلت فرضا ونسيت آخر، فهل تكسر من النوافل أم أنها تقضي عليها من صلاة؟ قولين لأهل العلم أيها الأخوة الكرام في من ترك الصلاة ثم عاد بعد ذلك فانتظم فيها. فنقول بعض العلماء قال عليه أن يحسب أو أن يقدر ما فاته من الصلوات أو ما غلب على ظنه ويقضي هذه الصلاة، فيصلي مع الظهر ظهرا أو ظهرين، أو يصلي مع العصر عصرا أو عصرين، وهكذا. هذا قول للعلماء. القول الآخر وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى قال عليه أن يكثر من النوافل، عليه أن يكثر من النوافل والطاعات، وأن يكثر من الإقبال على الله تعالى، وأن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. فنقول عليه أن يكثر من النوافل، وعليه أن يلتزم كذلك أيها الإخوة الكرام إذا كان في نفسه قوة وشدة عليه أن يصلي مع الظهر ظهرا أو عصرين، أو ظهرا أو ظهرين، أو عصرا أو عصرين، وهكذا إلى أن يغلب على ظنه أنه قضى ما عليه من صلاة، والعلم عند الله تعالى. الأخت رجاء تسأل عن كيف يشكر الإنسان النعمة. شكر النعمة يكون بشكرا منعم سبحانه، الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك شكر النعمة بطاعة الله سبحانه وتعالى والقرب عليه. ولذلك علي الإنسان شكر البصر أن ينظر إلى طاعة الله، شكر الجوارح أن تنقاد إلى طاعة الله، شكر القلب أن يخضع لله سبحانه وتعالى. إذن لكل جارح من الجوارح شكر، فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى بكل هذه الجوارح. أفادتكم النعماء مني سلاسة يدي ولساني والضمير المحجبة، فعليه أن يشكر بكل جوارحه أيها الأخوة الكرام، يكون شاكرا لله تعالى. وعليه أن يكثر من ذكر الله صباحا ومساء، اللهم إنا على ذكرك وشكرك بعد الصلوات، وأن يقول يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك في صباحي والمساء، وغيرها من الأذكار التي جاءت في شكر النعم. سيدة الشكر أيها الأخوة الكرام تكون للنعمة، وذهب إليها جماهير العلماء عدا علمائنا من الأحناف، فإنهم لا يقولون بسجود الشكر. قال علماؤنا أن الشكر سجدة يسجد الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة، فأبو بكر لما سمع مقتل مسيلمة الكذاب سجد لله شاكرا،
فهنا سجدة الشكر مستحبة أيها الأخوة الكرام، يستحب للإنسان أن يسجد شكرا لله تعالى عند نعمة أنعم الله عليها به. تسأل عن دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح من السنن الصلاة وهو بصيغ مختلفة، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول فيه؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال علماؤنا: هذا دعاء استفتاح ورد عن أبي هريرة بعد أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدعاء الذي كان ربما في بعض الأحيان يجهر به عمر رضي الله عنه وارضاه: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وغيرها من أدعية الاستفتاح، غيرها من الأدعية أيها الأخوة الكرام، لا حرج في أن يدعو الإنسان بها، فبأي صورة دعا أجزأت. وذهب علماؤنا من المالكية أنه لا يقولون باستحباب دعاء الاستفتاح، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه علم المسيء صلاته، قال الرجل الذي كان لا يحسن الصلاة، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم كبر قائمة ثم اقرأ الحمد لله رب العالمين. فلم يذكر هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح، ففيها دليل لعلمائنا المالكية بأنهم لا يقولون باستحباب دعاء الاستفتاح، لكن الراجح هو قول الجمهور أيها الأخوة الكرام باستحباب دعاء الاستفتاح، فقد كان يجهر به عمرا بعض الأحيان، فكان الصحابة يسمعونه أو يسمعونه وهو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، العلم عند الله تعالى. أخونا أبو عبد الرحمن يسأل: متى يقضي صلاة الرغيبة؟ مرات يأتي والإمام قد صلى أو الإمام في الركعة الأولى، فهل يصلي الرغيبة أم يدرك الإمام؟ نقول: إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، فعليه أن يصلي الفريضة، يدخل مع الإمام ويصلي الإمام، يدرك مع الإمام الصلاة. ثم متى تقضى الرغيبة أو متى تقضى ركعتي الفجر؟ قولان لأهل العلم: القول الأول قال علماؤنا يقضيها، وهو قول جماهير العلماء، يقضيها بعد الصلاة مباشرة، يقضيها بعد الصلاة مباشرة، يعني بعد ما يصلي الفجر يقوم فيقضيها، وهذا قول الحنابل عليهم رحمة الله تعالى والشافعية، وهو قول جماهير العلماء عدا علمائنا المالكية. واستدل جمهور علمائنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما ختم صلاته وسلم فإذا برجل وجده يصلي بعد الفجر، ووقت الفجر أو الصلاة بعد الفجر مكروهة، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم قال: الفجر مرتان؟ قال: يا رسول الله، ما صليت ركعتي الفجر. قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علماؤنا في هذه سنة تقريرية أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال بعض علمائنا: إذا يجوز قضاء صلاة الفجر بعد صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الرغيبة مباشرة. أما علماؤنا من المالكية فإنهم يقولون أن ركعتي الرغيبة تقضى بعد شروق الشمس، بعد ما تشرق الشمس، الإنسان إذا كان عنده حلقة تلاوة صلى ركعتي الشروق، ثم بعد ذلك يقضي الرغيبة، والعلم عند الله تعالى. سائلة من أختنا من السعودية تسأل عن صيغة الدعاء وكيف تكون هذه الصيغة. الدعاء أيها الأخوة الكرام له أماكن شريفة، وله مواطن شريفة، له أزمان شريفة، فالإنسان عليه أن يتحرى الأزمان الشريفة، يتحرى الأماكن الشريفة. الأزمان الشريفة ثلث الليل الأخير من الأزمان الشريفة، عند ساعة الجمعة من الأزمان الشريفة، بعد الصلاة أو دور الصلاة المكتوبة من الأزمان الشريفة، عند نزول الغيث، ومن الأزمان الشريفة يوم عرفة. هذه كلها أيها الأخوة الكرام من الأزمان الشريفة التي يستحب فيها الدعاء، لكن الإنسان عليه أن يقدم دعاءه بالثناء على الله تعالى، يثني على الله سبحانه وتعالى، ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عليه ألا يتعدى في الدعاء. التعدي في الدعاء أيها الأخوة الكرام أن يشترط على الله شروطا، يعني يشترط على الله شروطا، وأن يكون الدعاء فيه اسما أو قطيعة رحم، يعني يدعو على هلاك فلان أو قطيعة رحم فلان أو كذا، فإن الدعاء خمن لا يستجاب إذا كان فيه اسم أو قطيعة رحم. كذلك يستحب في الدعاء أن يعم وأن يكون عاما، وكان علماء يقول إن الدعاء إذا عم ارتفع وإذا خص امتنع، يعني الإنسان إذا عم في الدعاء كان حريا أن يقبله الله سبحانه وتعالى، لأنه فيه منفعة للأمة. ولذلك جاء في الحديث، هذا يدل عليه الحديث، أن العبد إذا قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلا غفر الله له بكل نفس دعا لها. إذن هنا الدعاء إذا عم
ارتفع أيها الإخوة الكرام، وإذا خص امتنع. سائلة كذلك تسأل عن العمرة بدون محرم، الأولى وجود المحرم، الأولى أن الإنسان أن يسير إلى العمرة، لا سيما المرأة إن كانت شابة، لأن من شروط الاستطاعة سواء كان في الحج أو في العمرة أن تسير مع محرم لها. أما في حجة الإسلام فقد أجاز علماؤنا لها أنها إذا لم تجد المحرم أو تعذر لها، فإن كان هناك رفقة مأمونة، وهو قول لعلمائنا الشافعية والحنابل عليهم رحمة الله تعالى، ومنع ذلك علماؤنا من الأحناف والحنابل عليهم رحمة الله تعالى. إذن هنا الأحناف والشافعية عليهم رحمة الله تعالى، المالكية عليهم رحمة الله تعالى. إذن هنا نقول أيها الإخوة الكرام، الواجب على المرأة من كمال استطاعتها الحج أو العمرة مع وجود المحرم. أما إذا لم تجد المحرم وكانت في رفقة مأمونة مع أمها ومع رفقة من النساء فلا حرج، والعلم عند الله تعالى. طيب، الأخ محمد يسأل عن العقيدة الصحيحة ما هي. نقول عليك أيها الأخ الكريم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن توحد الله سبحانه وتعالى، وأن تنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص، وأن تصف الله سبحانه وتعالى بجميع صفات الكمال. هذا الذي نقوله هو العلم عند الله تعالى. يعني هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل يا أخانا الكريم، لكن أما بالنسبة للتوسل فإن التوسل يا أخانا الكريم يجوز أن يتوسل الإنسان بالله سبحانه وتعالى، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته، أو أن يتوسل إلى الله تعالى بعمل صالح كأصحاب الصخرة التي سدد عليهم باب الغار. أما التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أجازه العلماء في حال حياته ومنعه بعد وفاته، والعلم عند الله تعالى. أما بالنسبة للرهن مقابل البضاعة فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لكن الرهن لا يغلق، الرهن لا يغلق. أحد الناس عنده بيت رهن أو لبنك رهن أو لشركة أعطته مالا على أن يسدد هذا المال، إن كان مالا عينا عليه أن يرد هذا المال بعينه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه. لكن الرهن هذا لا يمكن للبنك أو للشركة أن تتملك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرهن لا يغلق، معنى أن الرهن لا يغلق أنه لا يجوز أن ينتفع به من رهنه، يعني أخذه البنك مثلا يبيع هذا الرهن يقول أنا هذا الرهن مقابل المال، لا، نقول يبيع البيت أو يبيع هذا الرهن، فإن كان المال زائدا عن المال الذي أخذه صاحب الرهن فإنه يرد له بقية ماله ويأخذ البنك ما أعطى، وإن كان ناقصا فإن صاحب المال يتم ما نقص من مال، والعلم عند الله تعالى. نكتفي أيها الأخوة الكرام بهذا القدر من هذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونقول في ختام هذه الحلقة، تم الكلام وربنا محمود وله المحامد كلها والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح كمري وأورق عود، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.